حاشا لله أن يدخل أداة. الله ما خلقك لكي تكون أداة، الله خلقك لتكون خليفته في الأرض. وما تقول ليش ضحكوا علي، أنا أعطيك كلمة ها وأقسم بالله عليها، والله العظيم لن يضحك عليك أحد، وعزة جلال الله لن يخدعك أحد. أصعب كلمة تسمعونها مني، ما لم تخدع أنت أولا نفسك، ما لم تضحك أولا أنت على نفسك. أنا أقسمت على هذا، إيش رأيك عاد؟ ما تقول لي في مخدوع، ما تقول لي في واحد مضحوك عليه أبدا، إلا من آثر أن يضحك على نفسه، أن يعمي على نفسه الحقيقة، أن يغبش الرؤية. تعرفون ما الذي أوحى إلي بهذا المعنى؟ الآيات الكريمات في سورة الأعراف. الله عز وجل، ما أعظم القرآن، ما أعظم القرآن يا أخواني. الله تبارك وتعالى قبل أن يتحدث عن الذي أوتي الآيات فانسلخ منها وانتهى به الأمر كلبا من الكلاب البشرية، وحشا من الوحوش أيها الإخوة، ماذا قال؟ قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. حذرهم، كان يقول: حذاري أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ كبراؤنا وساداتنا هم الذين أضلون السبيل، هم الذين خدعونا، هم الذين غرروا به. إياكم، الله يقول إياك أن تقول هذا، تكذب. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله العظيم لا تبيع، لا تبع، أنت لا تبيع نفسك لشيطان من الإنس والجن إلا وتعلم أنك تعقد صفقة مع الشيطان. لكن حبك للمال، حبك للسلطة، حبك للظهور، حبك لرفع خسيستك، هو الذي جعلك تأتي بألف مبرر ومبرر، وبألف تأويل وتأويل، وبألف عذر وعذر. وأزيدك من الشعر بيتا: قبل أن تفتن وقبل أن تنطمس عين بصيرتك، أنت ترى الأمور بوضوح كما أتحدث عنها الآن وتسمعون بوضوح، الأمور واضحة. وبعد أن تفتن أنت تفقد أيها الإخوة الرؤية، على القدرة على أن ترى وأن تستبصر. الآن تعمى أنت، ولذلك لن تشعر بأنك فتنت، ودائما تجتر التأويلات والأعذار، ووضعك ممتاز، وتواصل السير في طريق الفتنة، في طريق الجريمة، أحيانا فتنة جريمة تواصل. يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، تصبح المحنة منحة، تصبح امتيازا، تصبح من فتح الله عليك. الحمد لله على إيه؟ إنه مكنك من قتل إيه؟ الموحدين، من قتل المسلمين، من تمزيق الأوطان، وهدر قيم الأديان، وسحق الإنسان. الحمد لله، تتقرب إلى الله بهذا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. أنت خدعت نفسك أولاً، وضحكت على نفسك أولاً. لماذا صدر الله هذا السياق الكريم بآيات الميثاق؟ وإذ أخذ ربك، ليقول: ليس لبلعام ابن باعورا، المذكور في الآيات، المنسلخ من الآيات، ليس له عذر. هذا أكبر من أكبر الأدلة في كتاب الله على برهان الفطرة. برهان الفطرة مش إنه الله بس موجود، لا يا إخواني، لا 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 لا، مش إنه الله موجود. برهان الفطرة إنه الله موجود وهو ضمانة الأخلاق، لا إله إلا هو. الله موجود، وشعورنا بالله، عيشنا بالله وفي الله، هو الذي يقول لنا هذا إثم وهذا إيه؟ حسن، هذا صح وهذا غلط، هذا حق وهذا باطل. هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: الإثم حزاز القلوب، النفس لا ترتاح. قال: يا وابصة ابن معبد، جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، استفت قلبك، وإن أفتاك المفتون، أفتاك الشيخ العلامة والشيخ الفهامة ومفتي البلد ومفتي الجماعة ومفتي الطائفة، كلام فارغ، والله العظيم لن يجديك عند الله شيئاً، لأنك أسقطت هذه الضمانة المرجعية الإلهية. وإذ أخذ ربك أن تقوله يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل، إياك إياك. إذا كان أقول لكم يا إخواني، الله ضمانة الأخلاق، لا إله إلا هو، الله ضمانة الأخلاق، هذا ضمير الإيمان. لا يمكن لضمير الإيمان أن تشتريه كل أموال الأرض إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك مال يمكن أن يشتري الإيمان بالله. أسألك سؤالا بديهيا وسهلا، أنت كمؤمن الآن، هل هناك شيء يمكن أن تبيع به إيمانك بالله؟
هكذا أن الله غير موجود، لا أعترف به لا بشرعه، أنا أتحدى أن كان موجوداً. هل يمكن أن تفعل هذا؟ طبعاً ما في واحد يتورط يفعل هذا، لكننا عملياً كثير منا، مش هقول معظمنا، كثير منا يفعل هذا، لكن بعد أن يضحك على نفسه ويخادع نفسه ويفهم نفسه أن هذا أفعله باسم الله وباسم الدين وخدمة للشريعة وخدمة وأخذاً بالفتية، أخذاً بالفتوى. كذب كذب يا رجل. في مرجعية هنا، الضمير الصاحي اليقظ غير النائم غير المخدر أيها الإخوة. والله العظيم لا تشتريه أموال العالمين إلا بعد أن تشتري إيمانه بالله، حبه وخوفه ورجاءه في الله لا إله إلا هو. لذلك أنا أقول لكم، إغراء المليون عند صاحب الضمير اليقظ كإغراء المليار. نغريب مليون يقول لك لا أعوذ بالله، معاذ الله، مليون إيه؟ طب خليهن 1000 مليون يا سيدي، خليهن 1000 مليار. ما في شيء يساوي عندي إيماني بالله، علاقتي بالله، ما في شيء يمكن إيه أن يكون ثمنا لهذا. مسكين أنت. لكن ضمير المجتمع، انتبهوا، دائما ينتهي بكوارث، ينتهي بمجازر، بمذابح، بدمار، والعياذ بالله. لأن ضمير المجتمع